فليتفضل مشكورا. يوم القدس لن يمر مرور الكرام على الكتاب والأدباء الأردنيين، فكانت احتفالية للتذكير بواقع المدينة المقدسة وما تتعرض له من حملة شرسة على أيدي أعتى محتل في الكون. فجاءت الاحتفالية برعاية وزير الأوقاف الأردني السابق عبد السلام العبادي وبحضور عدد من الأدباء والكتاب والمهتمين بمدينة القدس. مثل هذه الاحتفالات هي تأتي في إطار التذكير بواجب المسلمين والعرب جميعا نحو القدس، هذه المدينة المحتلة التي تتعرض لاعتداءات صارخة تريد أن تهودها وتمزق هوية العربية الإسلامية وتريد أيضا أن تهجر أهلها. يجب كل يوم بكل ساعة في كل نشط أخبار في كل صحيفة يجب أن نركز على القدس، لأن تهويد القدس من قبل السلطات الإسرائيلية جاري على قدم وساق، وهذا بده يتصدى له كل الأمة العربية والإسلامية بالدعم المادي والدعم المعنوي. كلمات المتحدثين تناولت القدس بكل أبعادها وما تعنيه في الضمير الأردني والعربي والمؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين، فكانت دعوات بأنه آن الأوان للابتعاد عن الغنائية الاحتفالية والكلمات المنمقة بعمل عربي جاد لتحرير مدينة المدائن. بصراحة وبالبساط الأحمدي يعني شبعنا كلام، يعني آن الأوان أنه نفعل كلماتنا إلى أفعال وإلى أحداث، ومثل ما قيل نحن أحوج إلى الأفعال منا إلى الأقوال. أنا طرحت فكرة تأسيس صندوق دينار القدس بحيث أن يتبرع كل عربي بدينار واحد سنويا، لو طبق هذا المبدأ لجمعنا أكثر من 300 مليون دينار سنويا لدعم الأهل في القدس الشريف. حيث انتهى الحدث بالقدس عاصمة للثقافة العربية، وما تزال القدس هي القدس تئن تحت سقف البؤس الواطئ من الوعود، وحكايتها تشق صدر الحكاية وتلمع في وضح النهار. دعيت إلى أن تكون القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية وأن تعود الأعمال إلى وهجها الذي كان عام 2009. تعلمين أن الأدب والفن والفكر والندوات والنشاطات تحمل الهم المقدسي وتؤشر على الأخطار التي تتعرض لها المدينة، فيتشارك السياسي والمثقف في حمل المدينة واقعا ملموسا. طوبى لأهلنا في القدس الذين يرفعوا صغارهم شارة النصر القادم والتحدي الجسور، وهم يعبرون سواتر النار وصولا إلى التحرير الناجز والحرية المشتهى لمدينة الله عاصمة بلادنا إلى أبد الداهرين. وإن سدت بنادق الاحتلال نوافذ السماء ومارست أقصى أنواع التعذيب والمحو والاستئصال، إلا أنها لن تتمكن من انتزاع القدس من وجداننا نحن القابعين على قارعة الحلم والأمل، بأن نصدح بأناشيدنا في حواريها العتيقة وأن نبلسم بأشواقنا جراحاتها وأن نطبع على عتبات بيوتها قبلات الشوق والحنين. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، المركز الثقافي الملكي، عمان.